في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. ريال مدريد هيلاقي فريق تشيلسي، وبايرن ميونخ هيلاقي فياريال، والمباراتين هيكون في تمام الساعه 9 مساء اليوم. وصحيفة سبورت ذكرت الكتالونية تحدثت عن وضع نادي برشلونة واهتمامه عن ضم لاعب نادي أرسنال جابرييل، ويعد جابرييل أحد الأعمدة الأساسية في التشكيل المدير الفني مايكل أريتيلا على مدار الموسمين الحالي والماضي، وأصبح هداف النادي برشلونة اللي بينوي التخلص من صامويل موتيتوي، وأيضا يريد برشلونة تعويض رحيل الثنائي في الصيف المقبل والتعاقد مع مدافع يريد اللعب بقدمه اليسرى. وطبعا يرون أن جابرييل هي في كل المواصفات اللي عايزها برشلونة. كمان في تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية بتؤكد عن ترشيح مدرب نادي برشلونة الأسبق فالفيردي لتدريب منتخب نيجيريا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الفشل في كأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم 2022. وأفادت تقارير نيجيرية أن فالفيردي هو أحد الأسماء المرشحة والمفضلة على طاولة الاتحاد النيجيري لكرة القدم من أجل قيادة النسور الخضراء بعد رحيل أغوستيون. أكيد وهناك عدة أسماء كمان على طاولة نيجيريا أمامها فالفيردي، بالإضافة إلى لوران بلان وفيليب كوكو وأنتونيو كون سياسو وجوزيب بيسيرو. دي كانت جولة سريعة كده، ودلوقتي هروح لجولة تانية في الصحف العالمية وفقرة أخبار العالم. وهي هنبتدي جولتنا النهارده من الصحف الاسبانيه، وبتحديدا من صحيفه ماركا اللي ركزت على لقاء ريال مدريد وتشيلسي في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، وكتبت الذهاب لمقعد نصف النهائي، وتحدث عن لقاء بايرن ميونخ وفياريال في اياب ربع النهائي، وكتبت موعد مع التاريخ. اكيد كمان الصحيفه كمان اهتمت بلقاء اتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في اياب ربع النهائي دوري ابطال اوروبا، وكتبت اتلتيكو مدريد يثق في قوته. اما صحيفه سبورت اللي ركزت على اتفاق برشلونه مع المهاجم البولندي ليفاندوفسكي، وكتبت اتفاق مع ليفاندوفسكي. الصحيفه كمان اهتمت بلقاء اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا ريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونخ وفياريال، وكتبت ريال مدريد لتاكيد التاهل لنصف النهائي وفياريال لصنع التاريخ. اما صحيفه ديمونت بورتيفو اللي ركزت على ثنائي هجوم برشلونه بيير اوباميانج ولوكا ديونج، وكتبت اوباميانج ولوكا قتله. وكمان تحدثت عن لقاء فياريال وبايرن ميونخ في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، وكتبت ميونخ تقيس صلابه الغواصات. الصحيفه كمان اهتمت بمحاولات برشلونه ضم مهاجم بايرن ميونخ البولندي ليفاندوفسكي، وكتبت امكانيه ليفاندوفسكي. نروح لفرنسا، وتحديدا صحيفة لوكيب الفرنسية اللي ركزت على كريم بنزيما واقترابه من التتويج بالبالندور، وكتبت البالندور تنتظر بنزيما. وتحدثت الصحيفة أيضا عن اقتراب بنزيما عن التتويج بها بعد الأداء الخرافي اللي قدمه هذا الموسم، وصرحت أنه أحد المرشحين الكبار لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022. اما صحيفه توت سبورت اللي ركزت على مصير عده لاعبين واهتمام الانديه الايطاليه بخدماتهم في الصيف القادم، وكتبت انتر ميلان ياخذ باولو ديبالا ويوفنتوس ياخذ كوليني. الصحيفه كمان اهتمت بلقاء بايرن ميونخ وفياريال في اياب دوري ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، وكتبت بايرن ميونخ امام فخ فياريال.